من هالوقفة المطلقة لا مع خويه ولا مع الجميع. أبو حماد مطلق وأنت كلكم مطالق. أنا عندي قبل أطلع يعني حاجة أن قلتها أنا أفتخر بها. أول شيء متعب أن طلع على ما قال توه الدرب اللي هو يعرفه. وبإذن الله أنكم تطلعون تشوفون متعب على ظنكم واطية. هذا رقم الأول. الأمر الثاني أوصيكم كلكم وصية اللي مهم منفذها يرفع يده. انكم تهتمون لي في زواج ابو فؤاد يصير بسعاده. هزله اسمعوا يا اللي هدوا. اهم شيء انا باذن الواحد الاحد ان كان سمحت الاداره ان اجيكم نص ساعه حضر زواجه ان شاء الله باذن الواحد الاحد. واما سمحت فنبغى الليله اللي عليها الكلام لان مثل ابو جديع هو على ما قال انا لو ما اقول لك كلمه حق كلكم تعرفون ايش في خاطري كل واحد وجهته. لكن هذا القلب الابيض حق نسخة سكرت اثنين. والله العظيم والله العظيم والله ثم والله ثم والله يا هذا الرجال اني احب ما يعلم به الا الله. الحاجه وحده قبلها طيب راسه متفقين عليه. لكن ترى ذا الزمن نادر القلب الابيض نادر الرجال اللي يجيك على فاله. فباذن الواحد الاحد اني برا ولا يرتب ترتيبات زواجه الا انا باذن الواحد الاحد. لبيه وما بي كفو يعني هو مهدم كفو يعني هو مهدم يا الربع حاجته واحدة لا تخافون علي أنا عارف العمر. كفو يا أبو ميف هذا الأمر الأول. حنا انتهينا لكن أبغى طلب منكم. أبغى اجتماع خاص تحت البث خمس دقائق تحت البث ولو تشوفهم منهم يقدرون يطلعون فيها كلمة خاصة بقولها شو روح يا أبو محمد شوف خلو ولا يفيدون الصوت